إذا هلا عنا رح نعمله الآن زي ما شفتوا المرة الماضية. هلا هاي الستين أنا بدي أضبط الستين هاي، بدي أعملها ستين زائد زاوية تانية. فاللي رح أعمله رح أسحب هاي هون شوي لتحت، وسع شوية مساحة هون، بعدين هون راح أعمل هلا هاي راح أسميها minimum firing angle. minimum firing angle 60 degrees. هاي راح أضلها 60 وهاي بتصير فعليا هي الفايرنج انجل، ونجمعهم بالضبط. فهاي راح تكون هي الفايرنج انجل، وراح اشيلها لهون. وهاي طبعا مينيمم فايرنج انجل 60 with respect to r minus s. هلا بدنا نحط نشيل هذه، بس بدي احط summing point الان. library browser ناخذ هون summing point هاي. هيك هاي صارت ارتب، لانه خلص انا بضمن الان انه هاي هي الفايرنج انجل وذ ريسبكت تو. فهذه مثلا بنحطها 15 بتصير 15 ديجريز، وهذيك وهي ما بنغيرها. صار عندنا هذا جاهز. خلينا نرجع مره ثانيه نتاكد. هلا نطلع على الويف فورمز المختلفه اللي بتطلع لنا والافرج، وراح تلاحظوا الان بتغيير الزاويه هون. لما بغير الزاويه الفايرنج انجل هناك راح يتغير معي الاوتبوت فولتج. فمثلا لو اخذنا الافرج، عفوا الافرج اوتبوت فولتج، خلينا نحط هاي مثلا 30 ونعمل رن. راح تلاحظوا طبعا الافرج فولتج نزل ل 463. بتطلع هاي الفولتج واضح الويف فورم، شايفين الويف فورم كيف شكلها اختلف. هي واضح هلا هو اصلا كانت هيك، هاي اصلا كانت هيك. لما هذا الاس سي ار ما عملنا له، الاس سي ار اللي هون ما عملنا له اون، اللي قبله ضل اون. اللي كان بده يطفي، يعني في اس سي ار كان رح يطفي لانه في واحد ثاني رح يشتغل ويصير هو يبطل هو ذا موست بوزيتيف، متذكرين، او ذا موست نيجاتيف. فلما ما صار هذا الكلام هذا ضل شغال، والكرنت عندي كونتينيوس. لاحظوا الكرنت هون كونتينيوس، فهذا نزل. هذا طبعا اندكتيف هيفلي اندكتيف لود وكونتينيوس كرنت، الكرنت ما بنزل لزيرو بيرجع مره ثانيه. لو انه ريزيستيف كان ممكن يختلف الوضع. هون عندي هذا وصل هون، وهي الزاوية اللي هي صارت حطيناها احنا 30، ففي عندي المفروض هون 30 درجة اللي هي الديلي. الافرج فولتج نزل ل 436. هلا بنعمل اشتقاق للفورمولا اللي بتحدد هاي. إذا أنا صار عندي الآن بلوك في له انبوت واوتبوت، هو نون لينير. البلوك هذا نون لينير، بدخل له أنا زاوية، يعني أنا ممكن الآن أعمل هذا أحوله. هذا ممكن احوله الان لبلوك، هاي الاوتبوت تبعه. مش الاوتبوت تبعه هون هذا في اوت، واذا بدك حطه اذا فانكشن اوف الفا. والانبوت عندي لهذا البلوك الفا، وفي علاقه الان هلا راح تكون ما بين الفا كفايرنج انجل والفي اوت. الفا المينيمم الها، المينيمم الها هون زيرو، بس هو فعليا المينيمم تبعها هو 60 وذ ريسبكت تو ار ماينس اس، و30 وذ ريسبكت تو ار. هاي الزاويه هلا راح تتغير من هون عندي، وهذا الافرج فولتج. هاي العلاقه مش لينير، وهلا راح نشوف نطلع العلاقه بينهم بين اثنين. هذا راح يتحول معي كبلوك، راح احوله كبلوك كامل. بدخل له الفا وب
بيطلع منه في اوت، وكل كل الباور الكترونيك او الفيربل سبيد درايف راح يكون في شيء زي هيك، راح يدخل له اشاره وراح يطلع منه فيربل فولتج. انا الان استطعت اغير هذا الافرج فاليو، طبعا هون المين اللي عم بتغير، المين مزبوط مش الافرج، قلنا الافرج تبع هذا الفولتج هو اللي بتغير، فتحول هذا لبلوك كامل العلاقه ما بين هدول الفاليوز اللي موجوده. طيب مش ممكن نعتبر كمان 3 فيز انبوت كمان هو انبوت للبلوك كامل؟ ممكن 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 تعتبره انبوت، هلا حسب انت حسب طريقه تفكيرك، ممكن انت تعتبر انه الانبوت الفولتج هو الانبوت، وممكن تعتبر انه الفولتج هو كونستانت. واللي بهمني الانفورميشن المعلومات وين محتواها ككنترول سيستم، هلا لما يصير فيربل سبيد درايف المعلومات محتواها في الالفا، بس بصير تعتبر الفولتج اذا بدك كانبوت، تعتبر انه هو انبوت كانبوت باور. هلا احنا عاده في الفيربل سبيد درايف في عندي انبوت باور راح تكون سواء كانت هيدروليك او سواء كانت الكتريكال او سواء كانت مثلا ميكانيكال، وفي عندي فيربل عم بيتحكم فيها. الفيربل اللي بيتحكم بكل العمليه هو الفا وهو سيجنال من هون. فانا عندي داخل عندي باور اللي هي الكتريكال باور متوفر من الار والاس والتي، وانا عم باني بغير الكتريكال باور هاي او بغير الفولتج الافرج فولتج تبعها بتغييري ل الفا. اوكي okay.